إلى آخر الأخبار العلمية والابتكارات الطبية، مؤخراً أصدرت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية قراراً يوصي بمنع بيع السجائر بطعم النعناع بعد تقدم أكثر من 20 منظمة بطلبات إلى هيئة الدواء والأغذية لمنع هذا المنتج. يزهق التدخين أرواح 480 ألف أمريكي سنوياً، أي ما يفوق عدد الوفيات الناتجة عن المخدرات والمشروبات الكحولية والانتحار وحوادث السيارات، فيما ترتفع نسب الوفاة بين المدخنين من أصول إفريقية وإسبانية، ويرجح سبب ذلك إلى أن معظمهم يدخنون سجائر المينتول بنسبة 80% تقريباً. وحسب موقع صحتك، هناك 37 دولة حول العالم منعت سجائر المينتول بالفعل، ونوه الموقع إلى أهمية عدم جعل الأسواق العربية منفذاً لبيع هذا النوع من السجائر بعد التضييق الأخير عليه. يعني ما منقول سجارة على نعنع خفيفة، لا، طلع ضررها أكبر لأنه يمكن تكون شراها عالية أكثر. وجدت دراسة نشرت في دورية ساينتيفيك ريبورتس بروتيناً يوجد في المعدة بصورة حصرية قد يكون السبب في عدم إنقاص الوزن يدعى جاستروكين 1. وأجرى الدكتور ديفيد بون، وهو أستاذ مساعد في قسم الأحياء في جامعة نوتردام وجامعة إنديانا، بحثاً على الفئران، خلصت نتيجته إلى أن الفئران التي ليست لديها هذا البروتين تتمتع بوزن أقل ومستويات أقل من الدهون ونسب أعلى من العضلات. ومن المثير في هذه الدراسة أن الفئران التي لا تحتوي على هذا البروتين أصبحت مقاومة لزيادة الوزن حتى مع نظام غذائي عالي الدهون. وتسعى الدراسة مستقبلاً إلى إثبات أن تثبيط بروتين جاستروكين 1 سيكون وسيلة فعالة لكبح السمنة عند البشر. نشرت مجلة نيتشر كوميونيكيشن بحثاً للدكتور مهند ملك الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة ليون الفرنسية، ويعمل باحثاً في مركز الأبحاث الجزيئية والصيدلية في برلين ألمانيا. يتضمن البحث الذي استمر 4.5 سنوات اكتشاف الدكتور مهند لبروتين يوجد ضمن الخلايا ضمن عشرات آلاف البروتينات تسمح للخلايا الموجودة بالتقارب ومسؤولة عن تنظيم آلية عملها. بمعنى أبسط، بلا هذا البروتين المكتشف تصبح الخلية عاجزة عن العمل. يؤدي هذا الاكتشاف إلى تحسين آلية البحث لأمراض كثيرة مثل السرطان والزهايمر وغيرها، ويعتبر خطوة عملية مهمة في مجال أبحاث الخلايا. وبدورنا لازم نقول للدكتور مهند ألف مبروك، ولكل الباحثين السوريين الذين استطاعوا إبراز أسمائهم في محافل علمية كبيرة.